اللي في الصورة قدامك ده هو عالم النبات الأمريكي أرثر جاستون أو أرثر جاليستون، وهو عالم نبات كرس حياته المهنية لتحسين نمو النباتات، كمان كان متخصص في أخلاقيات علم الأحياء. فركز على تركيب حمض TIBA، وده لتحسين المحاصيل، وده هرمون بيسرع تفتح حبوب الصويا، لكنه كان بينزع أوراقها باستعمال كميات متزايدة. فراح مطوره الجيش البريطاني والجيش الأمريكي بعد كده لإنتاج مبيد الأعشاب ونزع أوراق الشجر، ويسموه العامل البرتقالي أو عامل أورنج، فاستخدمه الجيش الأمريكي أثناء حرب فيتنام، وتم إلقاء أطنان من البراميل اللي فيها العامل البرتقالي ده على أوراق الشجر اللي كان بيتخفى تحتها جنود فيتنام، وده علشان يحصل تساقط لأوراق الشجر دي فيتكشف الجنود الموجودين في الغابات. كمان العامل البرتقالي ده تسبب في أضرار بيئية جسيمة في فيتنام، فأكتر من 31 ألف كيلو متر مربع من الغابات تم تعريتها من الأوراق، وده كان كجزء من برنامج حرب مبيدات الأعشاب أو برنامج الحرب السامة أو عملية رانش هاند. فلم يتوقع جاليستون أن العلماء المتخصصين في الحرب البيولوجية هيستعملوا بحث دوت لتركيب سلاح كيماوي، فتم تدمير محاصيل الفيتناميين بالإضافة لولادة مئات الآلاف من الأطفال بتشوهات. كمان قتل وأصيب عدد كبير من البشر في الحرب، واللي كان بيقدر بحوالي 400 ألف. وقتها شعر جاليستون ده بالذنب وندم على بحثه ده واللي تم استعماله بطريقة أخرى، وسعى لإنهاء استعماله بدءا من سنة 1965 لحد ما تم حظره بالفعل سنة 1971، وفضل حاسس بالذنب ده طول حياته مع انه لم يكن مسؤولا عن سوء استعماله. وصرح لصحيفة نيويورك تايمز وقال ان مفيش اي اختراع علمي يضمن اعطاء منافع للجنس البشري، فاظن ان اي اكتشاف بيكون حياديا من الناحية الأخلاقية ثم يمكن استعماله لغايات بناءة أو تدميرية، ولا يمكن لوم العلم في هذه الحالة. فبسبب كده جاليستون ده ندم على بحثه ده ندم شديد، وده واحد من أهم العلماء اللي ندموا على اختراعاتهم. لو أول مرة تشوف الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.